بينما الرئيس السابق محمد العبد العزيز في محبسه، أعلن أنصاره نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية يونيو. طريق الرجل إلى المنافسة على الكرسي لا يخلو من عقبات، فلو تجاوز تبعات الحكم الابتدائي بحقه، فالحصول على تزكية أعضاء مجالس بلدية يهيمن عليها أرد خصومه يمثل عائقاً أمام خوض السباق. استحواذ المستشارين في حزب الإنصاف والأحزاب الأغلبية المساندة له كلها عاطي تعهده في ورقة بيضاء ومغلق عليها. يقر هون احنا لاتجاه الشورى المجلس الدستوري، وهو الفصل في هذا، والمجلس الدستوري هيئة مستقلة قانونية حيادية نحترمها. ضمان التزكية أحد الملفات التي تناقشها قوى المعارضة بسبب توجسها من استخدامها ورقة ضد بعض مرشحيها. نور الدين المحمد المرشح المعارض يلزمه كغيره جمع توقيعات المستشارين البلديين لتزكيته، وهي مهمة صعبة إذ لم تحصد المعارضة في البلديات الأخيرة سوى عدد محدود من رئاسات البلديات. العملية السياسية عملية مختلة من أولها، لأن هناك قانون يسمى قانون النسبية تم تعديله مؤخرا بحيث تحصل الأغلبية البسيطة على العمدة الذي هو رئيس مجلس البلدي، وبالتالي استحوذت موالاة النظام الحاكم بعدتها وعتادها على الأغلبية الساحقة من العمد، بحيث لم يبقى للمعارضة إلا عدد يسير لا يسمح بترشيح كافي من القوى المعارضة المتنوعة. وعليه نحن نعتبر أن الموالاة يجب أن تذهب وتتجه في اتجاه الأعراف الديمقراطية الحضارية من خلال الابتعاد عن الإقصاء وعن حجب الصوت المخالف. يشترط قانون الانتخابات لقبول أي مرشح لرئاسة الجمهورية حصوله على تزكية 100 مستشار بلدي، منهم 5 عمد من 3 ولايات على الأقل، لاستبعاد النزعات الجهوية. ورغم أن الأحزاب الكبرى بما فيها الحاكمة كانت في السابق تزكي المرشحين دون تعقيدات، فإن الحالة الراهنة تبدو مختلفة حتى الآن على الأقل. يبدي بعض مرشح المعارضة مخاوفهم من أن تتيح ورقة التزكيات للسلطة والأغلبية الحاكمة تحديد من يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، لكن هناك من يرجحون أن تتم تزكية مرشح المعارضة من منطلق أن غياب التنافسية يحد من مصداقية الانتخابات، وبالتالي لا يخدم السلطة الحاكمة. إبراهيم مصطفى، العربية، نواكشوط.